السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إخواني شخباركم؟ كل شي بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة، بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه، ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. صافي البوليساريو بدا كيموت لهم الحوت، حياة ذكرى تأسيس جمهوريتهم في صمت. هذا الشيء كيعكس مدى تراجع الداعمين لأطروحة الانفصال. بسبب رئيس موريتانيا انتفاضة غير مسبوقة بجمهورية تندوف الصغرى وعصابة الشر في مأزق. بسبب الصحراء الشرقية المغربية المحتلة، ماكرو يرفض زيارة عبد المجيد تبون إلى فرنسا، وهذه هي التفاصيل. مليون ونصف المليون شهيد، معارض سياسي جزائري يشكي في العدد الحقيقي لشهداء الثورة التحريرية بالجزائر. انتصار دبلوماسي، المغرب يحبط مناورة جزائرية خطيرة بالبرلمان الأوروبي، هذه تفاصيلها الحارقة. بعد رد فعل المغرب وصدمة بوريطة لهم، الفلاحون الإسبان يغيرون أسلوبهم نحو التشكيك في جودة المنتجات الفلاحية المغربية. لا لا لا، هذه قاصحة شوية عليهم وما بغيتاش ليهم، قوفية صراحة. بايدن يسحب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر ويعين صديق المملكة المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، وهذه هي التفاصيل الرائعة. وزارة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة المغربية باعتبارها الجارة الحليفة والصديق الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية. الصحافة الإسبانية تهاجم المغرب بعد اختيار دياز تمثيل الأسود وتتخذ هذا القرار، وأشرف بن عياد يدخل على الخط ويكشف الحقيقة، والدراجي كي نقز غير بحطه، وهذا ما فعلها. منتدى الغاز، غياب لأغلب رؤساء الدول المصدرة يزيد من عزلة الجزائر، وإبراهيم رئيسي رئيس إيران يتهجم على المملكة المغربية من قلب الجزائر، علامة استفهام. صافي البوليساريو بدا كيموت لهم الحوت، حياة ذكرى تأسيس جمهوريتهم في صمت. هذا الشيء كيعكس مدى تراجع الداعمين لأطروحة الانفصال. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. أحيت جبهة الصنادلية الانفصالية الثلاثاء الماضي ما أسمته بالذكرى 48 لتأسيس الجمهورية الصحراوية بين قوسين، في أجواء سياسية باردة عكست التراجع الكبير في صفوف الذين كانوا يدعمون أطروحة الانفصال التي لازالت هذه الجبهة ترفعها منذ عقود. واكتفت الجبهة الانفصالية عبر منابرها الإعلامية بنشر بعض البلاغات الداخلية للإشارة إلى هذه الذكرى، وبدعم محدود من بعض الأطراف في تراجع مرحود للدعم الذي كانت تحظى بها في العقود الماضية، ما يشير من جهة أخرى إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلها المغرب لتغيير وجهة نظر العديد من الدول. وحسب العديد من المراقبين، فإن جبهة الصنادلية لم تخسر معركتها الدبلوماسية فقط، بل حتى معركتها العسكرية الميدانية في السنوات الأخيرة بعد تجديد مناوشتها في الصحراء المغربية الأبية، حيث تمكنت القوات المسلحة الملكية المغربية من إبعاد ميليشيات الصنادلية بعيدا عن عمق الصحراء المغربية وطردهم من معبر القرقرات.
ووفق العديد من المتتبعين لقاديس الصحراء، فإن واقعة القرقرات التي نفذتها القوات المسلحة الملكية المغربية مشكورة صبيحة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 تعتبر بمثابة هزيمة عسكرية ميدانية قاسية لجبهة الصنادلية التي كانت عناصرها يستغلون هذا المعبر لممارسة الضغط على المغرب عن طريق إيقاف حركة المرور والعبور التجارية بين المملكة المغربية وموريتانيا وباقي بلدان غرب إفريقيا، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد المغربي، وهو الشيء الذي توقف بشكل نهائي منذ ذلك التاريخ. وحاولت ميليشيات الصنادلية العودة إلى المنطقة عن طريق الدخول في مواجهات عسكرية مع القوات المسلحة الملكية المغربية في المنطقة وتنفيذ العديد من الهجمات وعمليات القصف، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، وابتعدت البوليساريو عن منطقة القرقرات بشكل نهائي للسنة الثالثة على التوالي. ووفق العديد من التقارير الميدانية، فإن هجمات الصنادلية ضد القوات المسلحة الملكية المغربية أصبحت مركزة في الجهة الشمالية الشرقية من تراب الصحراء المغربية، وبالضبط في المناطق المقابلة لمخيمات الدل والغبرة والعجاجة بالحدود الجزائرية، بعدما تمكنت القوات المسلحة المغربية من تحييد خطر الميليشيات في الجزء الجنوبي المحاذي للحدود الموريتانية. وتؤكد جبهة الصنادلية بنفسها عبر تقاريرها العسكرية اليومية أن أغلب عملياتها تقع في المناطق المذكورة كالفريسة والمحبس، إضافة إلى استهداف مدينة السمارة التي تقع غرب منطقتي المحبس وتفاريتي في هجومين في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن نفوذ عمليات الجبهة الانفصالية بدأ ينحصر في عموم الصحراء. وساهم استخدام المغرب للطائرات بدون طيار درون في إيقاف توغل ميليشيات الصنادلية في عمق الصحراء، وبالتالي بدأت تركز على استهداف المناطق القريبة من الحدود الجزائرية من أجل سهولة العودة بسرعة إلى المناطق التي تحتمي بها الميليشيات بعيدا عن قذائف الآليات العسكرية المغربية. بسبب رئيس موريتانيا انتفاضة غير مسبوقة بجمهورية تندوف الصغرى وعصابة الشر في مأزق. لم تتوقف احتجاجات سكان جمهورية تندوف الصغرى منذ الزيارة المعلومة لرئيس موريتانيا لتندوف ورفضه القاطع مقابلة الإرهابي إبراهيم رخيصة، وجاءت الاحتجاجات الصاخبة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية للمحتجزين وكرد فعل كذلك على سياسة القمع والتجويع والتخويف وسياسة الاعتقال الجماعية التي تنهجها قيادات جبهة الصنادلية المدعومة والمسيرة من العسكر الجزائرية. وأظهرت مقاطع فيديو قام العشرات من سكان تندوف بمهاجمة مقرات رئيسية للجبهة وحرقها بعد أن أقدم مسلحون من البوليساريو على الاعتداء على نساء المخيمات حسب مصادر من عين المكان. وسمعت أصوات الرصاص بمخيمة العار أمس، ولم يعرف ما إن كانت هناك خسائر في الأرواح حسب نفس المصادر. هذا واحتجت ساكنة تندوف المتكونة من خليط من الأجناس على الهشاشة الأمنية في المخيمات التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريمة، متسائلة عن مصير المساعدة الغذائية التي لا تستفيد منها نظرا لبيعها من قبل قيادات البوليساريو في الأسواق الإفريقية. وحسب متتبعين للشأن السياسي في المنطقة، فإن تصاعد الغضب الشعبي ضد جبهة الصنادلية هو بمثابة سيناريو لما وقع من أحداث أكتوبر من سنة 1988 بعدما خرجت الأوضاع داخل مخيمات تندوف عن السيطرة، ولجأ العديد من المتظاهرين إلى رفع الأعلام المغربية لأول مرة، وانتهت هذه الانتفاضة بتدخل ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائرية واعتقال العديد من الوجوه البارزة في الحركة الانفصالية. بسبب الصحراء الشرقية المغربية المحتلة، ماكرو يرفض زيارة عبد المجيد تبون إلى فرنسا، وهذه هي التفاصيل. من أجل تأكيد الموقف الفرنسي الداعم للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، بادر وزير الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسية مارك فينسيو رفقة نظيره المغربي محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يقام من 24 فبراير إلى غاية اليوم
الذي يقام من 24 فبراير إلى غاية 3 مارس 2024 تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمشاركة مغربية وازنة متمثلة ب 30 مجموعة منتجة و 82 تعاونية فلاحية لالتقاط الصور أمام خريطة المملكة المغربية. وهو الأمر الذي يأتي بعد أيام على تأكيد وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني دعم بلاده مقترح الحكم الذاتية الذي تقدمت به المملكة المغربية كمبادرة لطي أزمة صامتة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي تتصدر قضية الصحراء التي تعتبر منظار المملكة لبناء أي علاقات وشراكات وتحقيق تقدم فيها مع باقي الفاعلين الدوليين. ونشرت السفارة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي الصورة الرسمية لالتقاط الوزيرين أمام علمي بلديهما وأمام خريطة المملكة المغربية بالمعرض، وكتبت: التقى وزير الفلاحة والسيادة الغذائية مارك فينسيو بوزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي صبيحة اليوم أمام رواق المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس. وجاءت هذه الإشارة الفرنسية التي تلت تأكيد وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية مباشرة بعد مناورات النظام العسكري الجزائري في الدورة 11 للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية التي اختتمت يوم 27 فبراير 2024، وترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية حول إجراء تقييم شامل لواقع العلاقات على الصعيدين السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتنقل الأشخاص. وهي المشاورات التي فشلت للمرة الثالثة في تحقيق تفاهمات حول زيارة تبون إلى باريس، والتي عرفت فيها مطالب النظام العسكري الجزائري من فرنسا ضمانات ألا يطالب المغرب بأراضيها التي اقتطعتها فرنسا وضمتها لمقاطعتها الجزائر الفرنسية أثناء تواجدها بها بسبب تضاد في عدة ملفات، منها ملف الذاكرة والأرشيف وملف التأشيرات للجزائريين حسب اتفاقية سنة 1968 الخاصة، وملف التعاون الاقتصادي وملف التفجيرات النووية. في حين حاول الجانب الجزائري تبرير عدم الرد الفرنسي على طلب تبون منذ مدة زيارة الإليزية قبل المشاورات التي كانت تدخل في أجندة المرادية للانتخابات الرئاسية والبروباغندا الإعلامية للنظام العسكري الدكتاتوري العجوز الجزائرية لعدم التوصل بشأن ملفات عالقة بين البلدين إلى تفاهمات واتفاقات مشاركة تعطي زيارة تبون كرجاء جزائرية معنى سياسيا. زادها تعقيدا بوادر انفراج في العلاقات الفرنسية المغربية والموقف الفرنسي الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحل سياسي جدي واقعي وذو مصداقية. مليون ونصف المليون شهيد. معارض سياسي جزائري يشكك في العدد الحقيقي لشهداء الثورة التحريرية بالجزائر. شكك المؤسس التاريخي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائرية سعيد سعدي في عدد الشهداء الجزائريين الذين قضوا في الحرب من أجل الاستقلال، مشير إلى أن العدد الحقيقي للشهداء لا يتعدى 400,000 ضحية. بعد أن احتلت فرنسا الجزائر احتلالا استيطانيا لمدة 132 سنة بداية من العام 1830 حتى الاستقلال في العام 1962، وأوضح سعدي الذي قرر منذ بضعة سنوات الاستقرار والإقامة في فرنسا في حوار أجراه مع مجلة لوبوان الفرنسية أن عدد الشهداء الجزائريين لا يتعدى 400,000 ضحية دون استعمال لفظ شهيد، مستندا في كلامه إلى تصريح للرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال دوغول. وفند الطبيب والسياسي المعارض الجزائري سعيد سعدي ما اعتبره بالإدعاءات الباطلة للرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بل، والذي يعتبر أول مسؤول جزائري يتحدث عن مليون ونصف مليون شهيدة، حيث بات هذا الرقم المليوني جزءا لا يتجزأ من ذاكرة النظام الجزائري ويتعلمه التلاميذ في المدارس ويردده في الخطابات الرسمية للجارة الشرقية.
واعتبرت الصحافة الجزائرية أن أسئلة الصحفية بمجلة لوبوان اليمينية تحاملا بشكل مثير للإشمئزاز على الدولة الجزائرية من قبيل وصف رقم 1.5 مليون شهيد بالرقم المزيف، وأن هذا الصحفي جاء ليصفي حسابات لا علاقة بخيبة فرنسا الاستعمارية مع جزائرية ليس كغيره من الجزائريين. واستعمرت فرنسا الجزائر بين عامي 1830 و1962 وخرجت بعد ثورة شعبية مسلحة دامت بين العامي 1954 و1962 وخلفت حسب جزائريين 1.5 مليون ضحية إلى جانب 100,000 من المهجرين والمفقودين حسب الكذبة الجزائرية. انتصار دبلوماسي، المغرب يحبط مناورة جزائرية خطيرة بالبرلمان الأوروبي. هذه تفاصيلها الحارقة. في ضربة دبلوماسية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، نجح المغرب في إحباط مخطط جزائري يستهدف وحدتنا الترابية بالبرلمان الأوروبي. هو المخطط الذي نفذه العضو المناهض للرأسمالية بالبرلمان الأوروبي ميغيل أوربان، المعروف بمواقفه المعادية للمملكة المغربية، ومانو بيندا العضو الآخر بالبرلمان نفسها، حيث تقدم بتعديل في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الذي يعده البرلمان الأوروبي، يشبه قضية الصحراء المغربية الأبية بقضية الفلسطينية. وأفادت صحيفة الكونفيدونسيال أن الدبلوماسية المغربية أحبطت تعديل إحدى المواد بالتقرير والذي اقترح فيها البرلمانيان المقربان من كابرنات العسكر الجزائرية. يولي التقرير اهتماما خاصا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمدها مثل فلسطين وبين قوسين الصحراء الغربية. وجاء هذا النجاح بعد تعاون المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ناتاشو سانشيز أمور، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي مع الدبلوماسية المغربية لرفض التعديل وعدم تضمينه بالتقرير السنوي. وفي تفاصيل إحباط هذا المخطط، اقترح الاشتراكيون بقيادة سانشيز أمور تقسيم الاقتراح إلى قسمين والتصويت عليهما بشكل منفصل، حيث تداول أعضاء البرلمان الأوروبي في مرحلة الأولى النص المذكور مع حذف عبارة مثل فلسطين والصحراء الغربية بين قوسين، بينما تم في المرحلة الثانية التصويت عن هذه المصطلحات المنفصلة، وصوت 386 عضوا بالبرلمان الأوروبي لصالح حذف ذكر فلسطين والصحراء الغربية من الوثيقة، مقابل معارضة 110 نواب من اليسار والخضرة وامتناع 24 عضوا عن تصويته. بعد رد فعل المغرب وصدمة بوريطة لهم، الفلاحون الإسبان يغيرون أسلوبهم نحو التشكيك في جودة المنتجات الفلاحية المغربية. يواصل الفلاحون الإسبان الذين نفذوا حملات وحشية لتدمير البضائع المغربية لعدة أسابيع هجومهم على الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الفلاحية والمتوجعة صوب البلدان الأوروبية، وباتوا يطالبون الآن بالتواجد أثناء عمليات التفتيش على شاحنات الفواكه والخضروات القادمة من المغرب. وفي ذي الجهود الضغط التي يبذلونها، لم يعد الفلاحون الإسبان يعرفون إلى أي طريق يتجهون، إنهم يحاولون بشكل أعمى كل خيار أمامهم لإحداث الضجيج، بحيث في البداية كانوا غاضبين لأن المغرب تنافس معهم بشكل مباشر في قطاعات اعتقدوا أنها مكتسبة وحصرية، لا سيما فيما يتعلق بتصدير الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وهم يحاولون الآن التشكيك في جودة المنتجات الزراعية المغربية. وهي التهمة الجاهزة التي باتوا يروجونها ضد شحنات المنتجات المغربية الطازجة بهدف تدمير هذه المنتجات حتى لا تتمكن من دخول الدائرة الأوروبية وبيعها، بحيث يتجه المستهلكون حصرا إلى المنتجات الإسبانية.
لكن أمام رد فعل المغرب القوي الذي أعلن أنه سيفتح قنوات دبلوماسية وذكر بالمعايير الأوروبية والاتفاقيات الملزمة للمملكة وللاتحاد الأوروبي، أدرك هؤلاء الفلاحون أن حربهم التي شنوها على المغرب أكبر منهما، فهذه ليست اتفاقية تم التفاوض عليها مع إسبانيا ولكن مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وأمام هذا التحول فإن آخر طلقاتهم اليائسة والشعبوية تطالبهم بمساعدة جمعيات المستهلكين أثناء مراقبة المنتجات المستوردة من الخارج، لا سيما تلك التي تأتي من شمال إفريقيا أي من المغرب ومن الجزائر وتونس حسب ما تشير وسائل الإعلام الإيبيرية. بالنسبة للقطاع الزراعي، يجب أن تتمتع الضوابط الحدودية بمسؤولية مشتركة لطمأنة المستهلكين والمنتجين على حد سواء حسب ما يشير موقع أوك دياريو الإسبانية نقلا عن لويسا كوريتيسا منسقة الدولة لاتحاد النقابات ثاني أكبر اتحاد زراعي أكثر تمثيلا لإسبانيا. ويرى الممثل أن هذا ينبغي أن يجعل من الممكن منع دخول المنتجات التي تتوافق مع المعايير الصحية الأوروبية، كما لو كانت الضوابط الحدودية غير موجودة في الاتحاد الأوروبي. لكن هذا السؤال كان متوقعا من قبل السلطات المغربية، وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم الاثنين الماضي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، لخص الأسد ناصر بوريطة بشكل مثالي محاولات المزارعين الإسبان ووسائل الإعلام الإسبانية المعنية، وقال يتم تقديم الاتحاد الأوروبي إلينا كنوع من الغربال حيث يتناسب كل شيء دون مشكلة، لكننا تفاوضنا على الحصص ومعايير الصحة النباتية، وكان الاتحاد الأوروبي دقيقا للغاية فيما يتعلق بشروطه. لا لا لا، هذه قاصحة شوية عليهم وما بغيتاش ليهم، قوفية صراحة. بايدن يسحب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر ويعين صديق المملكة المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، وهذه هي التفاصيل الرائعة. قال البيت الأبيض في بلاغ صحفي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح تعيين نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس سفيرا جديدا لدى الجزائر. ومن المفترض أن يخلف هاريس في إدارة بايدن السفيرة إليزابيث مور أوبينا، والتي شغلت هذا المنصب منذ 9 فبراير 2022، وستدرس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاقتراح قريبا. ويعرف جوشوا هاريس الجزائر والمسؤولين عن الدبلوماسية الجزائرية جيدا، وسبق له أن قام بالزيارة للجزائر مرتين في شتنبر ودجنبر 2023 في إطار جولة إلى المغرب والجزائر تهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وحاملا لمشروع أمريكي لحل النزاع، كما زار المسؤول أيضا مخيمات الدل في شتنبر وأجرى محادثات مع زعيم جبهة الصنادلية إبراهيم رخيص بن بطوشة. ويأتي اقتراح تعيين جوشوا هاريس سفيرا جديدا في الوقت الذي تستعد فيها الولايات المتحدة الأمريكية لانتخابات رئاسية جديدة في نوفمبر المقبلة. وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة المغربية باعتبارها الجار الحليف والصديق الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية. سلطت مجلة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية الضوء على الشراكة القوية والمتنوعة وطويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية في عددها الصادر في شهر مارس. ونقلت المجلة عن السفيرة الأمريكية بالمغرب بوني طلوار، والتي وصفت المغرب بالبلد الذي تجمعه مع الولايات المتحدة الأمريكية شراكة عميقة وغنية ومتعددة الأوجه، وأشارت إلى أن المملكة المغربية عززت مكانتها باعتبارها شريكا قويا وموثوقا. وشددت الدبلوماسية الأمريكية على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لإحراز تقدم في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة التحديات التي تواجه البلدين.
وأقرت المجلة الدبلوماسية الأمريكية في عددها الجديد باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 بسيادة المغرب الكامل على أقاليمه الجنوبية من خلال إعلان رئاسي. وتضمنت المجلة التي خصصت قسما للمغرب وشراكاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مقالا يتضمن خريطة كاملة للمغرب بما في ذلك مناطقه الصحراوية. وأشارت المجلة إلى أن المغرب يعمل على تسريع وتيرة تحديث بنيته التحتية لتعزيز دوره كمركز استراتيجي في المنطقة ووجهة سياحية عالمية المستوى. كما ذكرت أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة باعتبارها الجارة والحليفة والصديق الأطلسي لأمريكا. وبعد مناقشة التزام الرباط بتعزيز التنمية في إفريقيا، أشارت مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب اغتنم الفرصة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بمراكش عام 2023 للدعوة إلى المزيد من الاستثمارات في القارة. الصحافة الإسبانية تهاجم المغرب بعد اختيار دياز تمثيل الأسود وتتخذ هذا القرار. وأشرف بن عياد يدخل على الخط ويكشف الحقيقة، والدراجي كي نقز غير بحته، وهذا ما فعلها. استيقظت الصحافة الإسبانية وخاصة أس والماركة على وقع صدمة بعد اختيار اللاعب إبراهيم دياز تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم. ووصفت الصحيفة الإسبانية القرار بالصدمة والخيانة لمنتخب لاروخ. وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن ما قام به دياز واستكمال لإجراءات إدارية لتغيير جنسيته وحصولها على جواز سفر رياضي مغربي. وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء كان ضرورياً من الناحية القانونية لاستدعاء إبراهيم دياز لمعسكر أسود الأطلس القادمة. هذا وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن المغرب تعامل مع ملف إبراهيم دياز كملف دولة، بينما لم يتوصل مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي مع اللاعب ولم يضمه إلى قائمة الخمسين لاعباً لمباراة البرازيل الودية. شعور دياز وعائلته بالراحة خلال زيارتهم الأخيرة لمدينة مراكش، والعرض القوي من الجامعة الملكية المغربية لجعل إبراهيم دياز علامة فارقة للمنتخب الوطني المغربي. أكد حظوظا أكبر للنجم مع المنتخب المغربي في بطولة مثل كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمملكة المغربية في العام 2025 وكأس العالم 2026. ووعد دياز جمهوره بالإعلان عن قراره النهائي عبر حسابه على موقع انستغرام ليعلن مغربيته شكلا ومضمونا. ويظهر هذا الجدل اهتمام المغرب الكبير بضم لاعبين موهوبين مثل إبراهيم دياز لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي. وتؤكد هذه الخطوة على رغبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على مستوى القارية والعالمية. وفدت السياقة، نشر الإعلامية المغربية الشهيرة أشرف بن عياد تدوين على حسابه على موقع فيسبوك تعليقا على التقارير التي تناولتها الصحف صبيحة أمس واليوم بخصوص انضمام إبراهيم دياز للمنتخب الوطني المغربي. وأوضح الإعلامي المغربي أن إبراهيم دياز لم يحسم حتى الآن قراره بشأن مشاركته الدولية، وأنه ينبغي الانتظار لفترة أطول لمعرفة الفريق الذي سيختار تمثيلها. وفدت السياقة، وأثنى تعليق المعلق الجزائري بقناة بي إن سبورت القطرية حفيظ الطعرش على مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم أمس والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، أظهر هذا الأخير كرهه من جديد للمملكة المغربية. فأثناء التعليق على أطوار المباراة، كلما لمس إبراهيم دياز الكرة قال اللاعب الإسباني إبراهيم دياز يمررها، صراحة أنا أخشى أن يتوقف قلبها عن النبض إذ ما اختار إبراهيم دياز المنتخب الوطني المغربي. هذا تصرف نابع عن كرهه للمملكة المغربية، حيث أنه يريد أن يرسل رسائل مشفرة ومبطنة مفادها أن دياز لن يختار المغرب، وعلى علمه المسبق أن المغاربة ينتظرون قرار دياز بخصوص المنتخب الذي سيمثلها. يبقى المغرب الشامخ بتاريخه عقدة لمن لا تاريخ لهما سوى معاداة المملكة المغربية أسيادهما.
منتدى الغاز، غياب لأغلب رؤساء الدول المصدرة يزيد من عزلة الجزائر، وإبراهيم رئيسي رئيس إيران يتهجم على المملكة المغربية من قلب الجزائر، علامة استفهام. اختتمت أمس السبت أعمال الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، وسط غياب لافت لأغلب رؤساء الدول الكبرى المصدرة للغاز من بينهم روسيا ونيجيريا، الأمر الذي يؤشر على عزلة دولية تعيشها الدبلوماسية الجزائرية. وغاب عن منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس نيجيريا بولا تينيبو ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس أذربيجان إلهام عليفة ورئيس الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي ورئيس كل من أنغوليا وغينيا الاستوائية. ومن الحضور العربية شارك 4 رؤساء فقط، ويتعلق الأمر بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد والتونسي قيس سعيدة والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والقطري تميم. غير أن العجيب هو محاولة بعض الصفحات الهكاوية إقحام المغرب في شيء لا يعنيها، المغرب لا هو لحدود الساعة منتج للغاز ولا مصدر لها ولا مشارك في فعاليات هذه القمة. الصفحات الجزائرية حاولت تقويل رئيس إيران ما لم يقلها، وأكلت هذه الصفحات التوم بلسان إبراهيم رئيسي، وأخلطت الحابل بالنبل بكون الأخير وعد في القمة بتسليح جبهة الصنادلية بالأسلحة. ليبقى السؤال المطروح، ما علاقة قمة موضوعها الغاز بالبوليساريو والصحراء المغربية؟ أما السؤال المحير، لماذا حشر المغرب في أي شيء يحدث بالجزائر؟ إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر جرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.